بسم الله القائل اقرأ باسم ربك الذي خلق، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا سيدي تكرم الليلة ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، تكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية أحد ثمار مؤسسة الملك فيصل الخيرية في عام جديد وفائزين جدد، باعتبارها علما ينتفع به يقودها أبناؤه الصالحون بإذن الله من بعده. وأنتم ضيوف الجائزة مرحبا بكم، ونبارك لكم الفوز العالمي والتفوق العلمي، ومرحبا بالجميع. القرآن الكريم للقارئ الشيخ محمد البشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. كلمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب الفضيلة والمعالي، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أود أن أهنئ الفائزين بالجائزة هذا العام، وأشكر الحاضرين احتفاءً بهذه المناسبة، كما أود أن أعرب لسمو سيدي الأمير سلطان بن عبد العزيز عن عظيم شكري وعرفان مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية على تفضل سموه بقبول إطلاق اسمه الكريم على هذه القاعة التي سوف
على هذه القاعة التي سوف تعرف من الآن باسم قاعدة الأمير سلطان الكبرى بالفيصلية. سيدي، لن تضيف لكم شيئا، ولكنها ستضيف لنا الكثير. أيها الحفل الكريم، تتعرض أمتنا اليوم لهجمة إعلامية شرسة استهدفت حضارتنا وثقافتنا، وكأن الحضارة الإنسانية ليست حضارة واحدة يبنى حديثها على أكتاف سابقها، فما إخالها إلا حضارة واحدة بدأت منذ الخليقة، ولحكمة إلهية تتنقل بين الشرق والغرب. فإن كنا نأخذ اليوم منها فقد سبق أن أعطيناها، ولا زلنا نساهم في إذكائها، ولعلنا نقدم بهذه الجائزة دعوة صداقة ومودة للعالم أجمع، ليقف معنا على قيم حضارتنا وأسس ثقافتنا التي تحتفي بالعلم وتكرم العلماء بدون عنصرية لجنس أو لون أو عرق. إننا بكل اعتزاز بتاريخنا الحضاري، وبكل ثقة في حاضرنا الثقافي، نقول للجميع: نحن معكم. نعم، نحن معكم شركاء في المسيرة لا أتباع في القافلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب السمو، لحظة التكريم، الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح العثيمين الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية، يقدم الفائزين أمام سموكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثانية للرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، رجال العلم والفكر والأدب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو، كنتم وما زلتم رمزا للقيادة التي تقدر العاملين الأخيار وتكرم العلماء والمفكرين الأفذاذ، وما رعايتكم هذا الحفل نائبا عن خادم الحرمين الشريفين إلا مثل لذلك التقدير وهذا التكريم. لقد فاز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة، وقد رشحته للجائزة الندوة العالمية للشباب الإسلامي ومكتب التربية العربي لدول الخليج والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وذلك لما يأتي: أولاً،
قيامه بمشروعات تعليمية وصحية وإيوائية في كثير من بقاع العالم، ومن ذلك بناء المدارس والمعاهد والجامعات وتقديم المنح الدراسية لطلاب العلم من المسلمين في جامعات عالمية وإنشاء المراكز الصحية وإقامة السدود والمساكن للمتضررين من الفيضانات والكوارث الطبيعية وعمارة المساجد وتعبيد الطرق وتجهيز شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ثانياً، قيادته الحكيمة المتمثلة بحرصه على الالتزام بأوامر الشريعة ومكافحة ما يضر بمواطنيه دينياً وأخلاقياً. ثالثاً، تأليفه لكتب تاريخية قيمة كشف بها مظالم الاستعمار في شرق الجزيرة العربية وجنوبها، ومن هذه الكتب أسطورة القرصنة العربية في الخليج، والاحتلال البريطاني لعدن، وصراع النفوذ والتجارة في الخليج. ويسرني الآن أن أدعو سموه الكريم لتسلم الجائزة ثم إلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأخ الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو الملكي الأمراء، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إنه لمن فضل الله ومنته علينا أن وفقنا جميعا لنجتمع اليوم من أجل خدمة الإسلام والمسلمين، ومما زاد من فضله سبحانه وتعالى وكرمه أن يكون اجتماعنا في هذا البلد الطيب الذي شرفه الله بأن جعله مهبطا لرسالة الإسلام التي حملها خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه المناسبة المباركة لا يسعنا إلا أن نبتهل إلى الله بالدعاء بأن يتقبل المغفور له بإذن الله الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود قبولا حسنا لما له من أياد بيضاء ومآثر جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، والتي يتطلب ذكرها وتعدادها متسع من الوقت. وخير شاهد على ذلك هو هذا الملتقى الطيب وهذه المناسبة المباركة التي نلتقي فيها وإياكم للعمل جميعا من أجل مرضاة الله ومن أجل الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الكرام، لقد حرصنا دائما أن نظل أوفياء مخلصين لقيمنا ومبادئنا التي تنطلق من مبادئ ديننا الحنيف، وأن يكون عملنا خالصا لوجه الخالق سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا من منطلق إيماننا بأهمية التواصل والتراحم بين أبناء الأمة، وامتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن تجمعنا هذا من أجل تكريم أي منا لخير دليل على حرصنا على العمل سويا من أجل نهضة أمتنا، ومن ثم فإن التكريم عائد على الجميع، فنسأل الله أن يوفقنا
وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجمعنا دائما لنصرة دينه وإعلاء كلمته. وختاما نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى الأخ صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد والنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني على رعايتهم هذا الملتقى، سائلين المولى عز وجل أن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو، أيها الجمع الكريم، إن قضية فلسطين قضية العرب والمسلمين الأولى منذ عقود وعقود، وهي الآن تمر بأخطر مراحلها، جرائم إرهاب مرعبة يرتكبها محتل غاصب لم يجد من قوى الهيمنة في العالم من يدين جرائمه، وبطولات صمود نادرة يكتب ملحمتها العظيمة شهيد إثر شهيد وشهيدة تلو شهيدة من شعب بطل مصمم على استعادة حقوقه، مستلهما قول الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وستعيد هذه البطولات الحق إلى نصابه بإذن الله. وكان من توفيقه سبحانه أن جاء اختيار موضوع جائزة الأدب العربي هذا العام منسجما مع ما تشهده ساحة فلسطين العزيزة من أحداث، فهو عن الدراسات التي تناولت الأدب العربي الفلسطيني الحديث. وقد فاز بالجائزة الأستاذ الدكتور حسام الدين أمين الخطيب السوري الجنسية. والأستاذ الدكتور حسني محمود حسين الأردني الجنسية. والدكتور الخطيب أستاذ الأدب المقارن والنقد في قسم اللغة العربية بجامعة قطر. وقد رشحته للجائزة جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ومنح الجائزة تقديرا لجهوده العلمية وعنايته الواضحة بدراسة الأدب العربي الفلسطيني الحديث إبداعا ونقدا داخل فلسطين وخارجها. ومما كتبه: النقد الأدبي في الوطن الفلسطيني والشتات. ويسرني الآن أن أدعوه لتسلم الجائزة ثم إلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأميرة سلطان بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو الملكي الأمراء، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد كانت جائزة الملك فيصل العالمية على مدى العقود الماضية غرسة طيبة أصلها ثابت في التراب المقدس الغالي، وفرعها شاخص إلى الأعالي، وعلى جذعها الراسخ نقشت أسماء قيميها وسدنتها، وفي مقدمتهم سمو الأمير الأديب الأريب الشاعر خالد الفيصل وإخوانه من العلماء والإداريين والمحكمين وأعضاء لجان الاختيار. وعلى صفحات أوراقها ازدهت أسماء الفائزين بها
من أهل العلم والمعرفة والثقافة والمجلين في خدمة الإسلام والمسلمين، وإنه لشرف عظيم لأي عالم في الأرض العربية وفي ديار الإسلام وفي دنيا الله الواسعة أن يلتمع اسمه فوق ورقة من أوراق الشجرة الوارفة. فكيف بعبد فقير مثلي أضفيتم عليه من نبلكم وهو لا يكاد يدعي بالعلم معرفة وتكاد تغيب عنه أكثر الأشياء؟ إنني ممتن جدا وشاكر وفخور بهذا الشرف العظيم، ولكن الكاهل يرتجف لأن عليه أن يحمل كل تلك القيم التي تمتد إليها أغصان الشجرة، قيم الإسلام والتراث والأصالة وقيم المعرفة والتطلع والاستنارة وقيم الصدق والإخلاص والجسارة وقيم الوفاء للغتنا العربية المختارة، وأخيرا وليس آخرا قيم المعاصرة والحداثة الواعية والمستقبل والحضارة. وإنه لا يزيدني شرفا وفخرا وفرقا أن تخلع على كاهل الضعيف عباءة الجائزة وقد طرزت حواشيها بعنوان دراسات الأدب العربي الفلسطيني، ذلك أن هذا الأدب ينطوي في طياته على سر صمود أمتنا العربية في مستوياته الثلاثة: مستوى الكفاح الوطني في سبيل الحرية، ومستوى التمسك بالثوابت الثقافية والحضارية والفنية، ومستوى صون العربية الشريفة وإثبات جدارتها في حلبة التنافس العصري. وفوق ذلك كله حمل لنا الأدب الفلسطيني نفحة إنسانية معافاة، فكان في معظمه مبرئا حتى في أحلك ساعات النكبة من التعصب والانغلاق، وبذلك أخذ يشق طريقه إلى العالمية. ختاما أكرر شكري وتقديري وامتناني للقيمين على إدارة جائزة الملك فيصل العالمية، كما أكرر تحية الإكبار والامتنان للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين أدامها الله حصنا مكينا للعروبة والإسلام ودرعا لنا واقيا في وجه عوادي الأيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الدكتور حسين الذي انتقل إلى رحمة الله بعد أن تقرر منحه الجائزة، فقد كان أستاذ الأدب والنقد الحديث في قسم اللغة العربية بجامعة اليرموك، وقد رشحته للجائزة جامعة الملك سعود وجامعة اليرموك وجامعة إربد الأهلية وجامعة العلوم التطبيقية الأهلية بالأردن والمجلس الأعلى للثقافة بمصر، وذلك تقديرا لدراساته وبحوثه النقدية في مجال الأدب العربي الفلسطيني الحديث وإسهاماته البارزة التي وقف عليها جانبا كبيرا من حياته العلمية، ومما كتبه شعر المقاومة الفلسطينية دوره وواقعه. ويسرني الآن أن أدعو ابنه الكريم المهندس ضياء الدين لتسلم الجائزة وإلقاء الكلمة بالنيابة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مكون الأكوان الغني عن الزمان والمكان،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو الملكي الأمراء، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم كنت أتمنى أن يكون والدي حاضراً بين يدي سموكم الكريم ليقطف ثمار عمل دؤوب زاد عمره على 3 عقود من الزمن، ولكن اقتضت مشيئة الله على ما قضى، فالحمد لله. إن إنجازات والدي رحمه الله في مجالات دراسات الأدب العربي في فلسطين محور جائزة الأدب لهذا العام قد استغرقت عمره الأكاديمي منذ عام 1969 حين توجه اهتمامه إلى دراسة شعر المقاومة في الأدب الفلسطيني الحديث، ثم كان أن أفاض بعد ذلك في دراسة بعض جوانب هذا الأدب في أعلامه وفي الرواية والقصة القصيرة والنقد الأدبي. وإذا أردت أن أعد إلى ما كان يحلو له أن يشبهه، فهو كان يشبه المياه الجوفية التي تنبثق من جوف الأرض فيحيي بها الله الأرض بعد مواتها. فقد كان والدي يعيش في قرية فلسطينية تكاد تكون معزولة عن أحداث فلسطين في نكبتها، ولكن الله قيض له معلما شابا كان له أقوى الأثر في تكوين شخصيته العلمية. لقد نجح ذلك المعلم في توسعة مدارك الطلبة في أبعاد النكبة وذيولها وأسبابها، وكانت مشيئة الله أن يموت الأستاذ والتلميذ في يوم واحد. حاول والدي بتأثير من ذلك المعلم أن يكتب رواية أسماها ابن فلسطين، وكأنه رحمه الله كان يأمل وهو في مقتبل العمر أن يصل أبناء شعبه إلى هويتهم الوطنية المستقلة التي ما يزالون يسعون إلى تحقيقها. لكم اعترى نفس الحزن لما قرأت ما كتب والدي قبل وفاته ما يريد أن يقوله اليوم لو كان حياً، فقد قال رحمه الله: وأنا اليوم شديد الاعتزاز بما أكرمني به سبحانه وتعالى بعد هذا الجهد الذي استغرق نصف عمري وأكثر، إنني مغتبط بهذا التقدير الذي نالته أعمالي وفي أثناء حياتي، وهذه الجائزة بذلك تكسر القاعدة المعمولة بها في بلادنا على الأغلب تكريم الأديب بعد وفاته. أيها الإخوة، لقد كان الأدب الفلسطيني موضوع أطروحته للحصول على درجة الدكتوراه بإشراف الدكتور شكري عياد في جامعة القاهرة، وفرغ منها عام 1972 ونشرها في 4 أجزاء جعلها باكورة مشروع سماه مكتبة الأدب والثقافة الفلسطينية. صدر منها 5 كتب و6 لم يطبع، وسلسلة الأعلام التي صدر منها 3 كتب، وهناك عدد من دواوين الشعراء وأشعارهم المخطوطة نأمل أن ترى النور، كما نأمل أن نلم شذرات كتاباته العلمية المنشورة في مجلات علمية في الأقطار العربية. فلهيئة جائزة الملك فيصل العالمية وأمانتها العامة والقائمين على شؤونها شكر فلسطين على هذه اللفتة وهذا الاهتمام بأدبائه وبآدابهم، ولها وللجميع كل التمنيات باطراد الازدهار وكل المحبة والتقدير وأمنيات النجاح والتوفيق في خدمة الأهداف الإنسانية النبيلة. فليرحم الله من كانت الجائزة باسمه وغفر له وأسكنه جنات الخلود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو
أيها الجمع الكريم. أما موضوع جائزة الطب فهو الخلل الوظيفي لقصور القلب المزمن، وقد فاز بالجائزة الأستاذ الدكتور فين واغستاين الدنماركي الجنسية. والأستاذ الدكتور يوجين برونولد الأمريكي الجنسية. والدكتور فاغستاين أستاذ أمراض القلب في مستشفى سالجنسكا الجامعي في جامعة غوتنبرغ في السويد. وقد رشحته للجائزة الجمعية السويدية لأمراض القلب وجمعية أمراض القلب الأوروبية، ومنح الجائزة لاكتشافه فائدة حاصرات بيتا في علاج قصور القلب الاحتقاني ومثابرته على دراستها طوال 20 عاما، حتى أصبح استخدامها حجر الزاوية في علاج قصور القلب في جميع أنحاء العالم. ويسرني الآن أن أدعوه لتسلم الجائزة ثم إلقاء كلمته. بروفيسور فاغستاين، would you please come forward to receive the prize and give your speech. Your Royal Highness Prince Sultan, صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو الملكي الأمراء، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة. It is a great honor for me to have been selected by the selecting committee. إن اختياري للفوز مناصفة بجائزة الملك فيصل العالمية في الطب لهذا العام شرف عظيم لي، فلهذه الجائزة مكانة رفيعة لدى الباحثين الطبيين في أرجاء العالم. وحسب علمي فأنا ثاني فائز بها من الدول الإسكندنافية، لذا فإنني أشعر بسعادة غامرة لمجيئي مع أفراد أسرتي إلى الرياض لتسلم الجائزة. إن جائزة الملك فيصل العالمية في الطب تذكرني لا شك بما لقيه الطب الأيادي والبحث الطبي والعلوم والرياضيات من اهتمام عظيم عند العرب منذ فجر الإسلام. في تلك الفترة انتشرت الثقافة العربية في أرجاء الدولة الإسلامية التي امتدت حدودها من أسبانيا غربا إلى الهند شرقا ومن ساكسونيا شمالا إلى اليمن جنوبا، وانتقلت الأفكار وتواصل الناس بحرية مستخدمين اللغة العربية كلغة مشتركة تحدثا وكتابة. ولقد بلغ الطب الأيادي مرتبة عظيمة في بلادكم في ذلك الزمان، ففي الوقت الذي كانت أوروبا تعاني من الجهل ونسيت حتى المعارف القديمة المستمدة من الإغريق من أمثال أبوقراط وجالينوس، كان الأطباء العرب يعكفون على هذه الأعمال ويطورونها ويضيفون إليها، كما كانت لديهم دراسات جادة لمعرفة آليات الأمراض والعوامل المسببة لها، كما طوروا العديد من الأدوية التي أثبتت فعاليتها في علاج كثير من الأمراض، حتى أصبح الطب العربي إضافة إلى المصادر الإغريقية القديمة المرجع في أوروبا لقرون عديدة. ومن الأطباء العرب الذين يجدر ذكرهم جبيل الذي أسس المستشفى في بغداد، فغدا نموذجا للمستشفيات تحتدي به أوروبا الغربية.
to Europe. وهو الذي أتى به الذين شاركوا في الحرب الصليبية. وحنين بن إسحاق الذي أصبح كتابه الشهير في طب العيون مرجعا للجميع في ذلك الوقت. لقد أوضح أولئك الأطباء بجلاء أن المشاهدات العيادية هي الأساس لتطوير الطب، وأن فهم آليات الأمراض حجر الزاوية في علاجها، وتمكنوا من الارتقاء بالطب فوق مستوى الشعوذة ونظم العلاقة العقيمة الأخرى التي كانت تعرف بالمعالجة المثلية. لقد تركزت بحوثي حول تطوير مفهوم جديد تماما ومثير للجدل في علاج قصور القلب، يقوم على أساس المشاهدات العيادية ومحاولة استكشاف آليات العلاج وطريقة عمله. لقد اهتم جلالة الملك فيصل اهتماما عظيما بتوفير الرعاية الطبية المجانية لمواطنيه، وارتقى الطب في السعودية إلى مستويات عالمية، كما تم تطوير البنية الأساسية في بلادكم العظيمة. وقد أكد لي ذلك كثير من زملائي من أطباء القلب الذين عملوا هنا، وكم أسعدني أن رأيت ذلك بنفسي. وإنني كأستاذ في كلية الطب في السويد سعيد أن يكون بين طلابي عدد كبير من أبناء الدول العربية بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إضافة إلى العديد من أطباء العرب الذين يتلقون تدريب في السويد وغيرها. أما عن الأحداث التي تحدث في العالم فلن تؤثر على التعاون بين بلادنا في مجال العلوم الطبية والأبحاث. أكرر شكري لكم وشكرا. أما الدكتور رونولد فهو عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والشؤون الأكاديمية في مستشفى بريغام، وأستاذ كرسي هيرس المتميز في الطب في جامعة هارفارد، وقد رشحته للجائزة كلية الطب في تلك الجامعة، ومنح الجائزة لإثرائه ببحوثه الأصيلة على مدى 40 عاما فهم الأسرة الطبية للخلل الوظيفي في قصور القلب الاحتقاني ومتلازمة الشرايين التاجية الحادة وأسس علاجها. ويسرني أن أدعوه لتسلم الجائزة ثم إلقاء كلمته. Professor Brunold, would you please come forward to receive the prize and give your speech? Your Royal Highness, Prince Sultan, صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، اسمحوا لي أولا أن أعبر عن عميق تقديري لمؤسسة الملك فيصل لهذا الشرف العظيم، وأن أحيي المؤسسة على إنشاء واستمرار تقديم هذه الجوائز القيمة. جوائز الملك فيصل العالمية تكتسب أهمية خاصة هذا العام، لأنها تجيء في وقت يعاني فيه العالم بأسره من الارتباك وعدم الاستقرار، خصوصا في هذه المنطقة من العالم وأيضا في بلادي الولايات المتحدة الأمريكية. وبالاختلاف عن هذه الأحداث، هذه الجوائز تجيء تحت رعاية مؤسسة الملك فيصل لتحتفي بما يجمع الناس من كل مكان ويوحدوهم من أجل الخير
ولتكرم الجهود المبذولة من أجل التقدم الحضاري وما ينفع الإنسانية من تطور في العلوم والأداب. إنني أعتبر المعركة ضد أمراض القلب معركة نبيلة. ومنذ أن كنت طالبا منذ 50 عاما في كلية الطب في جامعة نيويورك ظللت محاربا طوال تاريخ العلمي، وعملت في أول عيادة خصصت بالكامل للعناية بمرضى القلب. وكطالب بدأت بحوثي في واحد من أوائل المختبرات التي أسست خصيصا لدراسة أمراض القلب والأوعية الدموية. لقد كنت محظوظا للغاية إذ تتلمذت على أيدي أساتذة عظام لا نظير لهم. أذكر منهم الأستاذ الدكتور لودويغ إكنا في جامعة نيويورك، والدكتور ستانلي سانوف عالم الفسيولوجيا الشهير في المعاهد الصحية القومية. وأيضا عملت مع زملاء وطلبة في 3 معاهد عظيمة، أولها المعهد الوطني لأمراض القلب، ثم في جامعة كاليفورنيا، ومنذ 30 عاما في جامعة هارفارد ومستشفى بريغام. كما أنني محظوظ لتمكني مؤخرا من مواصلة بحوثي حول قصور القلب من خلال قيادة 60 مركزا عالميا لدراسة وسائل جديدة لعلاج الأزمات القلبية عند مرضى قصور القلب. وأخيرا يسرني أن أتقدم بالشكر العظيم لمؤسسة الملك فيصل لاهتمامها بموضوع أمراض القلب وتشريفها لنا بجائزتها في هذا المساء. وخاصة لي بالمشاركة مع الدكتور واكستين الذي عمل معي لسنوات عديدة، وشكرا. أما جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم وموضوعها الرياضيات فقد فاز بها الأستاذ الدكتور يوري مانين الروسي الجنسية، والدكتور بيتر شور الأمريكي الجنسية، والدكتور مانين مدير معهد ماكس بلانك للرياضيات في بون بألمانيا، وأستاذ كرسي مجلس الأمناء في جامعة نورث ويستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وباحث رئيس غير متفرغ في معهد ستوكلوف في الأكاديمية الروسية للعلوم. وقد رشحته للجائزة مؤسسة ألكسندر هومبولدت بألمانيا، ومنح الجائزة تقديرا لما قام به من دراسات رائدة في مجال نظرية الأعداد والهندسة الحسابية الجبرية والفيزياء الرياضية، مما كان له شأن عظيم في إقامة أساس رياضي مكين للفيزياء النظرية الحديثة. ولظروف صحية عائلية لم يستطع الدكتور مانين حضور هذا الحفل، ويستلم جائزته ويلقي كلمته نيابة عنه الدكتور عبد الله بن محمد الراشد أستاذ الرياضيات ومدير جامعة الملك خالد في أبها، ويسرني الآن أن أدعوه للقيام بذلك، فليتفضل مذكورا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، صاحب السمو، يسعدني وأنا أتسلم جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم لهذا العام نيابة عن زميلي في التخصص الأستاذ الدكتور يوري مانن الذي لم يتمكن من الحضور لظرف صحي. يسعدني أن أقرأ ترجمة باللغة العربية لكلمته بهذه المناسبة والتي يقول فيها: يسعدني ويشرفني قبول جائزة الملك فيصل العالمية في الرياضيات لسنة 2002 للميلادية. لقد عرفت الرياضيات منذ عهد جاليليو بأنها لغة الطبيعة، وهي بالفعل اللغة التي تعبر عن كافة المفاهيم العلمية للمادة وعلاقة المسافة والفراغ بالزمن وكثير من أسرار الكون. كما أن الرياضيات تؤثر في فهمنا لذواتنا وفي كافة شؤون حياتنا اليومية في المجتمعات الحديثة، فتطوير كثير من الوسائل التقنية يحتم الاستعانة بالأدوات الرياضية المتطورة، كما أننا نقوم على الدوام بجمع كمية هائلة من البيانات الإحصائية ومعالجتها لنتمكن من تحديد نظرتنا إلى عالم يتغير بسرعة ومعرفة موقعنا في العالم. فكل شاشة حاسوب ننظر إليها تخفي وراءها كما هائلا من الرياضيات المتطورة التي تعيننا على إنجاز مهامنا في سهولة ويسر. وما كنا لنحلم بما وصلت إليه التقانات الحديثة من تطور لولا الجهود التي بذلتها أجيال عديدة من المفكرين لوضع الأسس الرياضية اللازمة لتلك التقانات، ناهيك عما يزخر به الفكر الرياضي من متعة ذهنية ونقاء، فإن جمال الرياضيات وصفائها يجعل مهنتنا شبيهة بأعمال الموسيقيين والفلاسفة. ولا شك أن منح جائزة مرموقة كجائزة الملك فيصل العالمية في مجال الرياضيات دليل على أهمية هذا العلم، كما أنها تزيد من إدراك الناس للجهود التي نبذلها وتؤكد على أهميتها بالنسبة لهم. إنني فخور وممتن لهذا التقدير العظيم الذي شرفتموني به. أما وقد انتهى النص المترجم للكلمة صاحب، فأختم مهنئا بتقديم باقة ورد عطرة لزميلي الأستاذ الدكتور يونين مارن وكافة الفائزين، مقرونة بالدعاء الخالص لسمو رئيس الجائزة والقائمين عليها في عامها 24 بدوام التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الدكتور شور فباحث في مختبرات بحوث شانن التابعة لشركة AT&T بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد رشحته للجائزة جامعة الملك سعود، ومنح الجائزة تقديرا لإسهامه في ميدان الحواسيب واكتشافه أول تطبيقات عملية للحاسوب الكمي، وهو حاسوب مستقبلي يعتمد على قواعد الميكانيكا الكمية ويتفوق بدرجة هائلة على أي حاسوب رقمي متوفر حتى الآن، إذ يقدر أن تتجاوز سرعته آلاف المرات سرعة أعظم الحواسيب الموجودة في العالم. وقد أحدثت الخوارزميات التي اكتشفها شور ثورة في صناعة الحواسيب، وأثارت قدرا كبيرا من البحوث والدراسات الرامية إلى تطوير الحواسيب الكمية ذات القدرات الهائلة. ويسرني الآن أن أدعوه لتسلم الجائزة ثم إلقاء كلمته. بروفيسور شور، would you please come forward to receive the prize and give your speech.
Your Royal Highness, صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أصحاب السمو الأمراء أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة إنه لشرف عظيم أن أنال جائزة الملك فيصل وأود أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن شكري وللأساتذة الذين رشحوني ولكل من قاموا بالتخطيط والإعداد إن أحد أسباب منح الجائزة اكتشافي خوارزمية تمكن الحاسوب الكوانتي وهو حاسوب افتراضي نأمل في أن يتم صنعه في وقت ما من هذا القرن من تحليل الأعداد الضخمة إلى عواملها الأولية وذلك بسرعة تفوق كثيرا كافة الحواسيب الرقمية إن اكتشاف العلمي بني على ما أنجزه الآخرون من قبلي لذا أود الرجوع قليلا إلى الوراء لأحدثكم عن سلسلة الاكتشافات هدفي من ذلك تبيان كيفية التوصل إلى كشف علمي وربما كنت مخطئا بأن ذكر هؤلاء الأفذاذ ربما كان فيه بعض التعويض لعدم وجودهم هنا وأبدأ أولا بمفهوم الخوارزمية هي سلسلة خطوات متتالية للتوصل إلى الحساب ولأن الحواسيب بطبيعة الحال لا تفكر فلا بد أولا من وضع خوارزمية لحل المسألة الرياضية ومن ثم برمجة الحاسوب إن الكلمة الإنجليزية algorithm مشتقة من اسم عالم الرياضيات العربي العظيم محمد بن موسى الخوارزمي الذي وضع نظام الكسور العشرية في القرن التاسع الميلادي إن أهم استنتاج هو أن الاتجاهات البحثية العلمية يندر التكهن بها مسبقا فلا شك أن ديفيد هالبرت كان يؤمن في البداية بوجود خوارزمية لتحديد صحة الفرضية الرياضية من عدمها وبدأ ديفيد دويتش بحوثه في مضمار الحسابات الكوانتية من أجل إلقاء مزيد من الضوء على الميكانيكا الكوانتية أما دانيال سايمون اكتشف خوارزميته الكوانتية بينما كان يحاول إثبات عدم تفوق الحواسوب الكوانتي وعندما بدأت بحوثي في الحسابات الكوانتية ما كنت أظن أنني سأتوصل إلى نتائج ذات علاقة مباشرة بتحليل الأعداد إلى عواملها الأولية كثيرا ما أسأل نفسي متى يصبح الحاسوب الكمي حقيقة واقعة ولكن هذا الغموض هو الذي يجعل البحوث العلمية أكثر إثارة أكرر شكري لكم أيها الجمع الكريم إن الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل العالمية لا تسجي آيات الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين في رعاية هذا الاحتفال وتقدم وافر الشكر للحاضرين على تلبيتهم الدعوة كما تعبر عن شكرها وتقديرها وامتنانها لكل من تعاون معها في الترشيح والتحكيم والاختيار وتتقدم بالتهاني الخالصة للفائزين آملة أن يمد الله العاملين في حقول الخير بالعون والرعاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.